موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها الملائكة في معركة بدر. لما اشتد النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل يسأله المدد من عنده، إذ أن المسلمين قلة والكفار كثرة، فكان يخاف على المسلمين صلى الله عليه وسلم، فجعل يسأل ربه المدد من عنده، فأنزل الله عز وجل الملائكة تقاتل مع المؤمنين، كما قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها لأبي بكر الذي كان بجواره، قال: يا أبا بكر أبشر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه عليه أداة الحرب، يعني جاي وراء الكتيبة من الملائكة. فدارت المعركة وجرى فيها من الكرامات للصحابة على أيدي الملائكة الكثير، ومن شاء أن يرجع إلى كتب السيرة فليرجع. وصدق الله تعالى إذ يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فكان ذلك من مدد الله عز وجل لهم بالملائكة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمشركين، والحمد لله رب العالمين.